نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمادة الماء هي أول مادة غذائية، وهي أهم من الأغذية. والماء يعني لا تكفيه حلقة بل حلقات لأهميته الصحية ولأهميته في المحيط وفي البيئة، وهو يحيط بالإنسان، وبدون ماء لا يكون حياة ولا يكون أي شيء. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهنا جاء الخطاب في الآية، يجب أن نقرأها بتمعن. لا يعقل الإنسان أن يقرأ هذه الآية ولا يتذكر ولا يتفكر فيها. لماذا؟ لأن الأرض لما فتقت عن السماوات كانت شعلة من نار، كان درجة حرارتها 6000 درجة سلسيوس، درجة مئوية، و6000 درجة مئوية لا تسمح بوجود حياة، يعني كل سيحترق. ولذلك بدأت الحياة بتكون محيطات، ربما كان الهيدروجين والأكسجين تناسقا فأعطى الماء. والعلماء الآن يجمعون على أن أصل الكون ماء، يعني المحيطات الفضائية، ثم هذا الماء هو الذي نزل على الأرض وبردت هذه الأرض من هذه الحرارة، ثم تفتتت هذه الصخور وصارت تربة وتهيأ المجال. فلما هيأ الله سبحانه وتعالى كوكب الأرض خلق الحياة، يعني خلق الإنسان وخلق الحيوانات والحشرات والجراثيم والنبات وكل شيء هذا. ولكن الماء هو الأول، يعني بدون ماء، يعني الماء هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى مصدر كل شيء، يعني مصدر الحياة. هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ أن بتمعن، ولو أن مستوى يعني علمي راقي شوية، أن الماء متكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، يعني التركيبة الكيماوية هي H2O، يعني ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين. ونعلم أن غاز الهيدروجين هو غاز ينفجر، وغاز الأكسجين غاز يحترق، ولما يتحد غاز الانفجار مع غاز الاحتراق يعطي الماء يطفئ النار. هذه معجزة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. والماء سائل وبخار وصلب، له 3 أشكال خلقه الله هكذا. فسائل لأنه يجوب أنحاء العالم على كوكب الأرض، ويجوب كذلك أعضاء الجسم يعني الدم، ويجوب كذلك أعضاء الأشجار والنبات على شكل نسغ، يعني هذه لأن الماء يدور في النبات كذلك. ف يعني هذا السائل يكون في الأرض سائل، ثم لما يتبخر خلقه الله هكذا لكي يتبخر ويضخ في السماء، كي يطلع ماء حر يعني صافي ما معاش مكونات. في الأجواء العليا يتكدس هذا، يعني يصبح صلب، لأن يعني درجة الحرارة في الفضاء هي ناقص 50 إلى ناقص 60 درجة، فيتجمد هذا الماء ثم يساق على شكل سحوب ويركم، يعني السحوب الركام، غاديش ندخلوا في التفاصيل هذه. تسقط وهي أمطار بعد نعم ذلك. الخصائص الترمودينامية للماء هي هذه اللي كنسميوها ملي كيتمدد الماء، كنسميوه ديتونت أدياباتيك، يعني بدون طاقة، هذه يعلمها المهندسون يعني في الترموديناميا. هذا الماء يصير سحوب ثم يدوب ويسقط على شكل مطر، تسمى الدورة المائية، ثم يعود فيدخل في الأرض ماء الفرشاة ويسيل على سطح الأرض، يعني بهذه العروق المائية والأنهار وحتى البحيرات، يعني هذه، ثم يعود إلى البحر. وهناك ترابط بين البحر والبر، وهناك حيوانات ونبات في البحر وحيوانات ونبات في الأرض، وهناك يعني واحد التوازن بين البحر والبر. ماء البحر فيه ملوحة تصل إلى 30 و 38% تركيز الملح، بمعنى أن لا يمكن أن يؤذي، أن جميع الجراثيم وجميع الأشياء الملوثة التي ترمى في البحرية يعني تقتلها الملح، لأن يجب أن يكون تركيز عالي. ثم الملح يعني تخلي الماء يتبخر بسرعة، يعني هذه اللي كنسميه احنا الضغط الأزموزي للماء، يتبخر بسرعة كي يصعد إلى السماء ثم يصير سحب ويعود دورة مائية كما هو، يسقط على شكل مطر، ولكن مطر متجانس، لأن لو سقط هذه سحب، لو سقطت فجأة يعني لأهلكت من في الأرض جميعا. يجب أن تسقط، نظام نعم، يجب أن تسقط على شكل مطر متجانس وخفيف جدا يروي الأرض، ولا يصيب التربة لأن ليست في أملاح معدنية من بوتاسيوم وصوديوم. بمعنى هذا الماء المقطر لا يفسد الأرض، ولو بقي المطر يسقط ملايير السنوات. أما لما نروي الأرض بمياه الأنهار فتتراكم في الملوحة، ويعني تموت هذه التربة، يجب أن أكيد. نقلبها على 40 سنتيمتر ثم ننتظر هذه التربة كي تصبح من جديد صالحة للزراعة وصالحة للحياة.